للحديث عن إصرار أحزاب العملية السياسية على السيطرة على محافظة ديانة وثرواتها ورفض الميليشيات الخروج منها، معنا هاتفيا من ديانة محمود صالح عبد القادر الجاف، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكم. إذا لماذا تصر ميليشيات الحشد ومن ورائها تحالف الفتح على عدم الخروج والتنازل عن ديالة وإفساح المجال للقوات الحكومية بإمساك الأوضاع الأمنية فيها؟ نعم، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل. تحية لك يا الكادر الأستاذ والأخوات والأخوة المشاهدين الكرام وبعض. أخي العزيز، تمتد محافظة ديالة من شمال شرق العاصمة حتى الحدود الإيرانية. يمر بها نهر ديالة، ولهذا استهدفت مائيا من خلال قطع هذا الشريان من أجل قتل بساتينها وإبقاء أهلها وتهجيرهم. علما أنها المحافظة العراقية الوحيدة اللي كانت ذات اغلبيه سنيه عربيه لها حدود مع ايران، واللي هبطت الان للاسف الى ادنى من 50% بكثير. بعد الاحتلال مباشره بدا عبد العزيز الحكيم العمل على محافظه دياله، ثم من بعده ولد عمار من خلال شقين. الاول تاسيس ما يسمى مؤسسه شهيد المحراب اللي كان مقرها مقابل سينما دياله في بعقوبه تحديدا. كان جل عملها تجسسي وكذلك تطفئه طبعا، ومحاوله التغيير الفكري والتجنيد وجمع المعلومات من خلال نشر الكثير من الافراد بالقرى والارياف. نعم. ثم الانفتاح على المدينه. شهدت اكبر موجه تهجير قسري بين عامي 2006 الى 2007 عقب تفجير المرقد في سامراء. نعم. ثم في 2013 جريمه جامع ساريه يذكرها الجميع. نعم. اللي راح ضحيتها اكثر من 70 شهيد على الجسر الرابط بين بعقوبه القديمه والجامع في بعقوبة جديدة. ب 2014 تكررت حيث قتل حوالي 70 مصلي واصابت عشرات ايضا اثناء ادائهم صلاة الجمعة بمصعب مصعب بن عمير المسجد مصعب بن عمير العام. ثم مأساة اخرى كثيرة ومآسي كثيرة اخرى. ب 2014 وهذه يعني ارجو الانتباه لها لانها مهمة جدا، معلومة جدا مهمة. ب 2014 عمار الحكيم زار ناحية السعدية، سعدية الشرق تسمى سعدية الشرق. قال بالنص ومحمد وآل محمد منا الخمس سنوات ما يظل واحد من أبناء العامة بديالة. وديالة كرر وديالة ثم ذكر أن ديالة هي كركوك الشيعة. يعني كرر أن ديالة هي كركوك الشيعة. هذا المخطط إذن بدر الأربعاء. نعم، يعني منذ عام 2014. طيب كيف أسهمت هذه الهيمنة سيد الجاف، كيف نعم. أسهمت هذه الهيمنة بهذا الثراء الكبير الذي يتحدث عنه مثلا تيار الحكمة وكما ذكرتم الحكيم وتصريحه للعديد من المسؤولين والميليشيات بالمحافظة؟ هناك ثراء كبير من وراء أعمالهم. أخي العزيز، البيت اللي يسوى 100 مليون أجي يذبوا له تهديد يشتروه هم من عند 30 أو 40 أو 25. أحد البيوت السيد نعيمي لشخص نعيمي أعرفه طلبوا هو يسوى 120 مليون، طلبوا يشتروه من عنده ب 25، ولما انقهر وضاج قال له اذا ما عجبك اطلع يطبق مرض دينار ما تاخذ، يشتريه ب 25 يبيعه ب 170 مليون، هاي وحده. اثنين، اي انسان غني سوي تجربه يجيبوا شخص خليه يفتح له اسواق او اي شيء يبين نفسه غني، بالمحافظه ينخطب بعد ايام. وراها الا يدفع كل اللي عنده يلا يطلع. حتى لو كان شيعيا، مكرر، حتى لو كان شيعيا. لماذا يعني دكتور سيد محمود، لماذا هذا التجريف ايضا والسيطره على اراضي محافظه ديالى بالذات دون غيرها، يعني التركيز عليها اكثر ومنع اهلها النازحين حتى من العوده اليها؟ اخي انه يريدون يفرغوها ويشيعوها بالتحديد تماما، يعني لانها العمق الاستراتيجي لانسحابهم الى ايران، لانه المنطقه المحافظه الوحيده اللي تربط بين بغداد وبين ايران وهي مؤمنه حاليا كليا لهم ولميليشياتهم. وللعلم قبل ايام فجر الاربعاء 22/6 احترق يعني طرابه اكثر من 50 محل داخل مجمع الفارق التجاري، قالوا تماس كهربائي. انت تعرف حضرتك وكل المشاهدين انه المجمعات عليها حراس، وطبعا من داخل هذه المجمعات اكدوا على انه جوي ناس قال انهم روحوا، وحتى تاخرت ساعة
سيارات الاطفاء بالجهه. والغريب ان التماس الكهربائي طبعا اتى على اقدم سوق الاخشاب ايضا بعدها بست ايام تاريخ 28/6. فلما انت تقضي على الاسواق التجاريه وطبعا وعدوا المواطنين حتى تحدثوا حين لكن وعدوهم بانه راح يعوضوهم مقابل سكوتهم وسكتوا. كل غني متنفذ لازم يدفع اموال، كل دكتور، كل واحد صاحب اسواق كبيره ومحلات كبيره اما يدفع او ينقتل، وحصلت للكثيرين ونهر دياله مليء وشاهد على جثث الكثير. لو تجي منظمات دوليه ما تسمى بحقوق الانسان وتشوف وتبحث. وقبل فتره حتى انا دزيت لكم فيديو، دزيت الاخ محمد فيديو عن يوتيوبر دا يبحث من نزل نهر دياله دا يبحث يسك سمك، فوجد اشياء كثيره وهياكل عظميه كثيره للناس، لكن ما حد جاب طريقه نهائيه لانهم يعرفون هاي علمه من الاشخاص. طيب ايضا قبل يومين نعم عفوا بخصوص تصريحات ايضا تيار الحكمه عن الفساد المستشري في محافظه دياله، يعني هل يمكن تبرئه طرف على حساب طرف اخر ام هي محاوله لاقتسام النفوذ ايضا من جديد في هذه المحافظه؟ اخي العزيز الله يحفظك، قبل يومين هاي معلومه جديده، قبل يومين عمار الحكيم بدأ تشكيل لواء خاص تحت اسم لواء الحكيم لغرض انضمامه الى هيئه الحشد الشعبي، وفحصوا داخل المنطقه الخضراء 3000 شخص داخل المربع الرئاسي يوم 2/7 كانوا من الدائره 11 منطقه الشعله، علما انه التعليمات مالته تقول يريد تشكيل مؤلف لانه من 4000 منتسب، يريد 80 فرد من كل دائره تابعه له. لانه هو كان قبل ما له حصه داخل هيئه الحشد الشعبي. ولهذا الناس يا سيدي العزيز انا سبق ان ذكرتها بعده مقالات من بدايه الاحتلال حتى الان. اللي يحكمنا الان هم مافيات تحت الضوء الاخضر الامريكي. صدقني. صدقني هذا كل اللي جرى ويجري او سيجري تحت الضوء الاخضر الامريكي. ان العمليه هي صراع يهودي صهيوني. اليهود يحتضنون الصين حاليا ثم روسيا الى اخره وايران وباقي الدول المنضويه تحت لواءها والجناحه. الصهاينة يحتضنون الغرب والمنضويين تحت اجنحتهم، والصراع للاسف احنا ضحايا واحنا اول من يدفع ثمنه للاسف الشديد. من ديالى اذا محمود صالح عبد القادر الجياف الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.